Twitter. أول إميسيون 100% هيب هوب في المغرب. سلام ومرحبا بكم معنا في الحلقة الأولى من برنامجكم ستريت آرت في الموسم الثالث ديالو. هذا الموسم اللي غادي يعرف بزاف ديال البلبلة، بزاف ديال الكلاشات في الراب مغربي. من بعد ما دوزنا عامين في هذا الكونسيبت هذا، الحمد لله المجهودات ديالنا ما مشاتش في والو، ولينا كنشوفوا الراب في الميديا، الراب في التلفازة، الراب في لي راديو. اليوم الضيف ديال الحلقة ديالنا واحد الضيف اللي ما كاينش اللي ما كيعرفوش في المغرب حاليا، حليوة. على سلامتك اخويا حليوة. مالي مريض؟ كنتي مريض اخويا؟ اه الله يحفظك. اش كان دارك؟ ما ضرنيش بنادم بعدا. لا عارف بنادم دارك ولكن بنتي ليا. مريض وصافي ما عقلتش باش. عندك نقص المناعة؟ اه. وين؟ عندك شي مشكل؟ لا وراه خاصك تمشي تدوز اخويا لك عندك نقص المناعة، راه صعيبة القضية يا اخويا. لا ما يكون غيكون خير ان شاء الله. بلاطو عاجبني اليوم. الله يحفظك ليا، حتى راك عاجبني اخويا جاي مذهب. لا لا واه. حليوة في الذهبي. حليوة في الدهني. صافا؟ الله يحفظك ليا اخويا الحمد لله. وصافي. شحال باش ما درناش؟ شي عامين دابا. وين؟ والله الا عامين داس على الانترفيو الاولى بلا وصافي. بليزير اليوم معنا في البلاطو اخويا، تبارك الله عليك اخويا. ولفتي دابا على العصير دابا ياك؟ لا شويه البوكس. شكون هما دابا حاليا لي مونبر ديال زوا سيتي باش نعرفوا باش نبداو ليميسيون؟ كاين الويند، كاين حليوة. حليوة شكون؟ حليوة كاين نيزو واحد زيرو. كاين شكون اخر؟ الهام. وقابل للزياده يعني اكثر وابا دابا ملي يعني يقدروا يزادوا دي مون جديد. اصلا دابا ضروري خاصني نرجع لداك اللايبرك كندير شحال هادي. حيت دابا فاش كتمشي وكتلقى زاوا ما كتخرجش بزاف. كيفاش ما كتخرجش بزاف؟ من ناحيه اش؟ حيت الاستراتيجي اللي غادي نبيع دابا لا مع النيزو لا مع الهام لا مع الويند ما كاينش ديستريبيسيون اللي فيها فلوس اللي تجي زعما زاوا ولا زارتشيز ديال زاوا وما حد ما كاينش بزاف لعيبه طلعوا هما بشويه 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 تما. شكون لو رابور اللي كيعاونك دابا حاليا في المسيره ديالك؟ الويند واللي مش حال هذه اللي مش حال هذه الويند تحيه ليه خويا الكبير اللي من 2013 اللي ما عرفش حد دابا. علاش هو ما كيخرجش تراكات بزاف؟ هو بالي ما كيلوح على شحال خويا تسولو مني تجيبو سولو على اللعيبه. هو انت راه عشيرك انت وما كتفارقش حتى ويا نورمال. هو موجد تراكات ماشي موجد بزاف تراكات. مي الويند ماشي بالذاك الرابور اللي باقي حيت الويند عاوتاني بدا في 2005 حتى هو من دوك الناس اللي دوزو سكارفيس ياك؟ بيان سور دي اللي لجي تا هو سكارفيس. دونك دابا ما غاديش يفكر يبقى يلوح وكدا خصو يخرج حاجه زوينه ولا بلاش هادشي اللي هو باغي يدير. فدراس العام هذا بزاف كانوا موجدين تراكات، كانوا موجدين كلاشات، كانوا موجدين البومات. موجدين شحال هادي؟ بزاف الناس كيوجدوا. اه منهم انا موجد البوم. انت موجد البوم؟ هذاك الالبوم بعدا كاين بان ليا واقيلا خمر. لا ماشي خمر. لا ما حدك جبتي الالبوم ماشي خمر. اون بلان نيغوسياسيون مع دي برود ولا دي لابيل اللي غيديروا ديستريبيوسيون. يعني ماشي غنجيو غير نلوح الالبوم. الالبوم ديالك علاش تعطل؟ تعطل على ود تشري كليك دابا. حيت كنيغوسي نيغوسي به ما حد باقي فيه 14 تراك شي حاجه بحال هكا. وقريب غتلاح لاطات جديده. غيطلعوا دي سينجل بحال اولا لا غيطلعها دينيرو غيطلعوا تراكات في هاد لي دو مو غيطلعوا دي كليب باردون وغيطلعها الالبوم. ها هو تعطل شويه. ولكن انت واش ضروري خاصك تبقى تسنى في هاد لي بوط دو برود؟ لا ماشي غير جات اوفر كنيغوسي فيها ما غاديش نقول لا حيت فيها فلوس. يعني دابا هاد لوفر غادي خداش بزاف تاع الوقت في النيغوسياسيون ديالها. لا باش ما نكذبش عليك جات حتى جونفي ورا راس العام. راس العام انت كنت غاتلوح في هذيك الوقيته ملي جاتك لوفر فاستي هذا ورا هي فاش لحت كلاشي توصل باش بنادم ما يبقاش يقول ما لحتش والو. 57 كيلو طيار لحت 57 لحت طيار كانت لحت قبل تطورينا. هادو تلاحوا كاملين في 3 سمان بحال هكا. سينيوري طيتها هي جات مع ديك الوقيته من اللي كنتي هي جات قبل منهم فوالا. شكون هو التراك اللي عجبك انت في هادو اللي قلتي دابا؟ هما كاملين زوانين باش ما نكذبش عليك. اللي عجبك انت بزاف؟ اللي عاجبني في هادو اللي تلاحوا طاير. شكون صوب لك هذاك الكليب؟ بيدرو ديال بيدرو حساني ولا زافي اللي يخدم معايا بشحال هذه هو اللي يخدم دار كلشي. رجعوا شويه قبل من راس العام دون بيك كان لاح واحد الكلاش اللي جمع فيه كلشي. والله ما عقلتش شحال من رابر كلاش مي فلافيش يبانوا بزاف الرواب. هو جمع بزاف ديال الرواب كلاشهم ولكن راه جينيرالمون
راه لا نوفيل جينيراسيون كامله تعيرات حتى هي حيت العائله كنت راه غادي يعير لا نوفيل جينيراسيون. انا ماشي عايرني انا ملي سمعت التراك ماشي شي كلاش عاوتاني بالنسبه لي انا ماشي من اين ناحيه هو على ما يا ايغو تريب ماشي مشى جبد عليا شي بلان ولا جبد شي حاجه بيرسونيل في شي بلان دونك ما غادي كان خاص نجاوب جواب شخصي. انت ما قالش عليك شي حاجه بيرسونيل هذا والله ولكن ديزي دروس جبد لي شي حوايج لي بيرسونيل واعر اه داكشي انا فاش كلاشيش ما كانش شي لعيبه اللي انا خصني نعيرو فيه ولا شي حاجه يعني انت ما خصكش ما بغيتيش تجبد لي الدواسه ديالو هذا والله حيت حنا ماشي حيت ما جبدتش لك الدواسه ديالك حيت حنيش فيه اللعيبه اللي داروا ما عجبتنيش هي دار رياكسيون مع دي زارتيست اللي محترمين ممثلين ودي زانيماتور دي زانيماتور بزاف اللعيبات اللي هما حيت كنحترمهم ودير الرياكسيون ديال التراك فيه خصها الهضره يعني نورمالمون انيماتور متبعينو بزاف ديال الناس والدومين ديالو ما خاصوش ماشي يعني ماشي بحال الراب المغربي الراب المغربي حتى راه رابور خسر الهضره ولا شي حاجه عادي هذاك راه سيلو ستيف يعني ما خاصوش اللعيبه اللي ما عجبتنيش بعد شحال واحد خرج من الرون تشوف هذا الكلاش ديال البيغ ما لاحظتيهاش منو انت مال انا كنت حاكم انا اخويا شوف انا نوتخ انا نوتخ معنا ولا مع غان انا مع بوتسوانا فين كتلعب معنا حيت شي نقولوا البيغ يعني البيغ عنده اجي هوايا وراه كبر منك بزاف البيك كبر منك بزاف وتخسر الهضره اللي خسر في التراك ديالو واش كيبان لك انت عادي لا وعجب بنادم داك الشخص الهضره وعلاش انت بالضبط منك انت كتخسر الهضره في التراكات ديالك في الاول كانوا يقولوا لك شمكار وكذا 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 خويا اش نقول لك البيك عنده لدوين عليه بوحدو هو كان خاصو يخسر الهضره حيت ما عنده ما يكلاش شي يقول باش فهمتيني باش الله يبان ديك اللعيبه راني هبطت عندكم توصل بالميديا ديما غتبقى تقول لي كتخسر الهضره كتخسر الهضره هاد اللعيبه عمرها ما غادي تحل مسلم ولا شي حاجه راه ما غاديش يرجعوا ليه وهي مات باش كيخسر الهضره مثلا هو عمره ما خسر الهضره في تراك ديالو من غير الكلاش اللي كان كلاش البيك في فيديوهات كانوا فيديوهات ديك الساعه شحال هادي قدام واحد الكلاش ناض بينه وبين البيك ما اكزومبل صافي المهم باش نمشيو عند داك الرابور اللي عنده اون كارير محترمه وكذا يقول لي علاش خسر شي الهضره واخا خسر الهضره شنو بغيت نقول لك والاغلبيه تاع البوبليك المغربي كيعجبهم كلاشات راه حتى الا ما حطيت لهم شي ديسك دابا تيماتيك ولا شي حاجه ما كيعجبهمش دابا بحال هذا والله يعني خاصك اكثر انك تكتب كلاش باش يعجب ما شاء الكلاش حتى ما تيوقفوا باش نكلوتشيغيو هاد اللعيبه ديال البيك عجبك التراك اهلا لا والله ما عجبني بزاف صافي بالرجوع دابا انت حليوه اخويا كتوزن 57 كيلوغرام ياك والله ما عرفت ولكن فداكش هذيك الوقيته ملي كتبتي الكلاش كنت كانت فيك 57 كيلوغرام ياك لا فداك الشيء زعما فداك اللعبه ما عرفتش لا ما عرفتش ديك النوع شكون فيك شي 57 الا مشات كاع لا لا وين دابا انت 57 كيلوغرام وخدمتي لي روابا اللي كانوا كيبان لنا كبار شو هذيك خدمه بزاف اللي خدموا اللي جبدوا منهم مسلم منهم موتشو موبيديك سكران شي يقول لي بيك عافاك راشين اه شفت هذا الفيديو هذا اصلا انا فاش عرفت شو معايا صفرس اللي ما عرفناش كيجي من العائله واش بابا ولا خالو ديال دي الياس فيرس عرفتو بكلاش ديال البيك كان دار واحد الوقيله بيغي سميتو بيغ نورمال غير بغيت يسوي كلاش ولكن ماشي بديك الطريقه ديال كلاش كذا ما كدارش ولكن شناك واحد المره نتايا المهم خالقها مع واحد الديسك تاع الموتشو معلقات في خاطر ميستيري وقال لي نطلقوا هذا التراك هذا كلي ترونكي صافي نستوب عليه كلي ترونكي تكتي غادي خالقه ما على بالك شكون عادي رابر اخر مغربي وانت مع واحد فرنساوي دونك عادي فهمتي بلا انت مع واحد فرنساوي اللي ما غاديش يجي بزاف يضرب لي فيت مع المغربي طوصا دونك انت خصك ما تبانش حاقو دير لا ما ديرش ليا هذا طلق ليا هذا ما جاش هذاك لا يعني خصك تبان بيس مع كل شيء عادي والله حيت ميستيريو ميستيريو عز عليه باش تهز بالراب في المغرب باش ما يقولش انا راه كاينين شي حاقد على شي ولا يطلع على فوق من شي كاين اللي فيه فاش كيتلاقاو مع دي زارتيست كبار كيديروا العكس ما كيجبدوش مثلا انا فاش كتلاقاش مع زارتيست نورمال جبت معايا كاع الدراري على الاقل بيان سور غزيت معاك زاوا كامل ديتها معاك كاين بحال هذا ليكزومبل وكاين اللي كيدير العكس كاين اللي فريمون كيدير العكس رجع لهاد اللعيبه تاع زاوا ديتي معاك زاوا كامل عند لارتيست ياك وطرا واحد الكونفلي تمايا طرا واحد الكونفلي انك انت المهم كان طرا شي بلان بيناتكم بين لارتيست داكشي قديم بلا ما نعاودو نجبدوه ومشيتي انتيا وكاينين دي رابور اللي انت اللي جبتيهم وبقاو تمايا ما بغاوش يرجعوا هذا والله كاين اللي خرج معايا بحال وين بحال عاسيس وكاين اللي بقى واش فهاد اللحظه ملي طرا هاد البلان هذا انت بديتي كتصفيك تعرف شكون اللي معاك وشكون اللي ضدك لا فهاد اللحظه هادي ماشي صفيت و كليت وسالي هذا هو البلان انا في ديك الوقيته كايش باش ما نكذبش عليك كايش على بزاف الدراري وعادي من بعد صافي عادي
وخاص الريسبيك مي كاين اللي كيغلطهم اللي بعد كيقول اسمح لي عادي ما عندك ما تقول. ولكن عاوتاني الواحد ما خصش يشوفك مثلا انت كحليوه شوف حليوه لا راه صافي خصني نبقى شاد ولاصقك الحس لي الكاب باش يطلعني. عارفين حليوه غادي يعاونوا حيت هما شيقين في حليوه عادي. بزاف تراكات ديالك ديما حليوه كيتسربوا علاش؟ في الالبوم تسرب ديسك واحد تطورينا تطورينا شكون سربوه علاش تسرب؟ سربوه هذاك اللي دار لي البرود الانسترو. علاش سرب؟ سميتو بالرجوله علاش سرب؟ باش ما نكذبش عليك داكشي اللي قالوا لي اخونا ما كانش في الوعي ديالو وكا ما عرفتش علاش كا صافي قال غادي نسربو باش حليوه يدي فيا ما عرف شنو البلان ديكون فوت طلع في السيت فوت صاد بليا كيدور طلع في يوتيوب تحيد مشيت انا بدلت البيت عيطت للناجي دادي الناجي اللي خدم معايا نص ديال البوم لا ورا نابس لا لوين طبيعه الحال صافي وبدلنا البيت ولحنا تراك هادي اوديو لحنا صافي هادشي قبل ما يبداو الكلاشات بشويه. شكون اللي كيخدم معاك دابا انت حاليا في المانجمنت؟ كنخدم مع ايكيب كاين هارون ودي معايا في المانجمنت بوحدو جيب شي دري نزيدو هادشي صافي شوف حيدو لا بوحدو قاعد يغارك البنج قال في واحد ستوري ديالو قال لهم حقا انا حليوه جا عندي وهادي بغينا نصورو كليب وفي الاخر نط الصباح ما بقاش راش قال لي كليب انا داك كليب ما نصوروش غنلوحو اوديو الوقت اللي غايقول لي راسي جو بونس. اش كيبان لك انت حيت انت ما جاوبتي لا ستوري لا والو بقى داك الشيء؟ لا هو التراك درناه في ما قالش شحال ديال الوقت مش قبل ما نمشيو لتونس درنا التراك خليت الكوبلي ديالي انا اصلا فاش كنت كنسجل مشيت ديك الساعه لقونتخور عند دراغانوف خليت هو كيسجل عاد رجعت انا ابري حطيت الكوبلي ديالي صافي مشيت دونك انا بالنسبه لي غادي عيط لي السيمانه اللي وراها ولا الشهر اللي وراها باش نصوره صافي مشيت انا لتونس بديت الخدمه في الالبوم ما كاينش الوقت تاع التراك وابري تسرب هو بغى يدير التراك الباس يقول ديك الهضره وصافي. وكيفاش قال ديك الهضره بحال هكا خويا هو عارف لا هاد الهضره ديال لي كليبي وكذا راه هو البنج داير بحال هكاك حماقه صافي طالقه انايا فواحد البقاش فاش تعطل قلت ليه لا صافي ما غاديش يخرج ابري فاش قررنا نخرجوا ما حضرش الكليب ما حضر. امتى تسجل التراك اصلا؟ تسجل قبل ما يمشي لتونس السطلي يعني قبل من الكليب تاعك انت وبالتياك هذا والله ما قلتيش زعما كاين هذيك اللعيبه تاع حقا انا صافي ضربت مع بالتي ما كاينش علاش نضرب مع البنج وهادي لا عندي دي فيش في المغرب اللي غادي يخرج من بعد مع النيزو كاين شي واحد النيزو غضرب معاه حيت زاوا سيتي ماشي حيت زاوا سيتي حيت تراك زوان لا حيت مع زاوا حيت زاوا ولكن شكون كاين برا زاوا؟ تا واحد غضر مع تا واحد كاينين دي فيت ديجا حاط دي كوبلي حاط كوبلي في مراكش مع حاري دي الحاري فوق واحد البيت زوين ما عرفتش يكمل ولا لا دونك كاينين اللعيبات كيدير حاط مع الوين حاط مع مي باقي ما كاينش شي تراك اللي واش اللي غيطلع حليوه ما ندمش على داك الوشام اللي داير في يديك؟ لا ما ندمش علاش؟ باقي عندي باقي عاجبك باقي صغير دونك لا ماشي باقي عاجبني باش ما نكذبش عليك ما عاجبنيش وما بغيتش نزيد بغيت لا الحاجه اللي عجبتيني بعدا كاينه انك ما زدتي حتى شي حاجه اخرى حيت كاين اللي كيديروا مستيلي زوين الله يحفظك خويا تصوراتك كاع في الكليب تصورات في الكليب تصورات في الكليب حليوه علاش ما كتحملش لونسيان جينيراسيون؟ والله ما ماشي هذا هو البلان اصلا فين بدا الكونفلي بدا في ستريش العقل شي في الحلقه ديال الجاي هذا بري في الرمضان قلت لهم كندوز على الروابه كنتفل عليهم في ياسمين ياك لا ما عقلتش شنو قلت انا على امين وفيس والقيصر وفهموها غالطين ما داكشي داكشي عادي كنا صغار ولاد بن جديات ندوزو لاعبين كوره بغيت نعني بها ان الراب ما كان عندنا شي حاجه اللي حامضه قلتي نقولك شنو قلتي بالضبط انا باقي عاقل قلتي كانوا دو رابور في 93 وجوج في هذا واش هذه جينيراسيون فوالا دونك ما عنيتش بها ان هذوك صحاب 93 ماشي جينيراسيون اللي هذوك بغيت تقول انهم ما كانوش بزاف بصراحه دي كبيره الدراري اللي بداو اللي تنعرفوا منهم القيصاره من اوفيس كاين بزاف وابري تراو بلانات اخرين اللي ماشي عايرت لونسان جينيراسيون ما عايرتش غير دي رابور
فهمتيني عيرت غير رابور وماشي عيرت كريتيكي واخا كريتيكي باش فهمتي بلان الدراري تكاو كي تكال هذاك الشيء حيت دابا سمارتفون باش دير البوس خاصك خاصك تكعى لا لا خاصك تهبط راسك بحال امينيم كنشوفو عاير كاع لا نوفال جينيراسيون ولي البان غا هو تيق راسو بزاف اللعيبه اللي ما حملش تيق راسو بزاف مي كنبقاو حنايا باش نديرو شي حاجه خصنا نشوفو امريكان وفريمون دابا باش دير شي لعيبه لا نوفال جينيراسيون هي اللي حاكمه دونك خاصك دير هذاك الشيء اللي دار لبيك هذه شي حاجه عاديه بزاف ديال الجرائد الالكترونيه بزاف ديال الصحف حتى من الصحف ولاو كيكتبوا على الراب خصك تعرف هاد القضيه هادي فهمتي كلشي ولا دابا كيبان لي غير الراب والبلان شحال ديال ما بانش ليهم شحال هادي فهمتي الصوليه تكتبوا لي الوالد والاستاذ وانا تزاد الجديه وضربت الحبس ما قالش انا جريده مهم صحفي مهم تيقول لك مني كطيح البقره كيكثروا الجدناه هذا هو بالهضره انت السيح لي هو مني مرتي دخلوك للحبس انت راه صيفطوك بعيد استاوني في ديك اللعيبه والله الا استاوني وشفت كان عندي مشكل ما عنديش تليفون كان تليفوني خاسر باقي ما خديتش تليفون خاطر وبنادم شي عيط انا عيطت لك عند الويند انايا وقال لي راه معايا قال لي راه مريض لا كاين بنادم اللي كان كيعيط وما تلقانيش كيعيط للنمره ولا كيعيط بنادم تيتخلع وفاش تقول له انا سمعت المناجر ديالك شوف واحد ستوري كتب غادي انكم غادي نتابعوا هذه المواقع اللي نشرات هذا الخبر الزائف بالروج ولا هاد اللعيبه هادي واش واش يلا بدينا في بديت تشوف داكشي اول باور يلا مشينا شفنا لافوكا يعني غدعيهم ضروري باش اللعيبه هادي داكو حيت يكسبوا اللي يكسبوا فهمتيني ولكن باش تخلع الدار وتخلع خلع امه تخلع انا كعيط لي بنادم تليفوني ما سكتش داك جاي عندي انا بنادم كيقول لي ما بلان ما هو وصلت لمراكش كيتصوروا معايا مخلوعين بنادم مخلوع دونك ما بلانش بحال هاد اللعيبه اسمو بلانش شنو هي الرساله ديالك للميديا اللي كيديروا بحال هادشي هذا واش نقول لهم نقول لهم فاك اوف تدي طيط فهمتي بلا ما ديما نقول لهم حيت هما بلا داكشي ما غادي يديروا والو ما عندهم ما يقول ولكن علاش الميديا حاليا ولات مطرقه للراب بزاف هذا هو بلاك داك مبقى عندهم ما يقول صافي حيت سي نورمال الراب فاش كيبدا يتسمع سي با اون كيسيون ديال كيطلع في طوندونس في يوتيوب ولا هادوك اللي خدامين في هادوك لي ميديا يتواصل كيسمعوا الراب دونك شي حاجه عاديه غيبيكي ولا فاش كنشوفوا دي رابور تشدو كنشوفوا دي رابور ترى اليوم بلاناش ما كيدويوش عليهم ديك الوقيته اللي محتاجينهم دوك اللي رابور انهم يدويو عليهم ما دوا عليهم حتى شي واحد كيجيو من بعد صافي عجبهم الكلاش غيتلاحوا في الكلاش وما صافي هذا هو البلان ديالهم ما عندهم ما يقولوا قلت لك شفت واحد الفيديو لارتيست بعدا كاين لارتيست دافع عليك في واحد الوقيته دافع عليك مني مني طرا البلان ديالك مع مسلم دافع عليك لارتيست ولكن مني لاح البيك الكلاش ديالو وجاوبتيه انت 57 كيلو سولوه كان هو داير واحد اللايف عنده هو في الانستغرام ديالو وسولوه الناس كلشي تيقول لي هضرنا على حليوه 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 قال لهم انا ما تهضروا لي لا على حليوه لا على والو انا سولوني على حاري هو ديك الساعه كان باغي يدير برومو التراك ديالو ما قلت سمي تراك كان باغي يدير برومو التراك ديالو وفاش دخل دار اللايف كلشي كيكتب لي 57 وسبعين خربقوا صافي تعصب ويقول ديك الهضره ابري دوا معايا في انستغرام ما كاين والو ما كاين والو راه ماشي درس غير باش نتعصب على ديك الهضره دونك هو هذيك الهضره اللي قال عاوتاني فري هو خدام ما حاري ما خدامش معايا انا صاحبه فهمتيني انا قاد شغلي علاش غادي يعني ما كاين حتى شي خلاف بينك وبينه لا ما كاين حتى شي خلاف يلاه تلاقينا في مراكش هذاك الشيء اللي بغينا وديديكاس كبيره الله يحفظك لارتيست من ستريت ار خويا لارتيست راه عزيز عليه ستريت ار ايزالي ازالي اي لعيبه مغربيه 100% كنت تلاقي شي مع بزاف ديال المرات انت حليوه كيفاش جاتك الفرصه انك وليتي كتسجل في استوديو هيبه عيطوا لي في التليفون قول لي جيت تسجل جيت تسجل الالبوم ديالك يعني هما يا سو انتريسي عاجبه الموسيقى اللي كدير الناس هيبه باغا تعاون وكتعاون كتعاون بزاف ديال لي جون هيبه كدير لهم ما وصلاش لواحد النيفو ديال تشد بزاف الناس دونك يبداو بحركه مزيان 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 وتحيه خاصه لاي واحد كيبغي يعاون لي جون منهم استوديو هيبه ممكن البولفار دي جون ميوزيسيان كاين المهم كرانا تكون بزاف تاع اللعيبه شحال كل اللي كيعاونوا لي جون في الراب وهادي ولكن غيكون ان شاء الله من القدام حيت الراب راه هو اللي غادي راه كنا جبدنا هذه عامين جبدناها هذه عامين هذه عامين قلتي لي كو من هنا العامين غتولي تشوف العاقه كتدخل في الراب دابا حاليا العاقه بنادم بولا كيضرب 2 مليون فيو 2 مليون فيو هذه اول حاجه ما كانتش
ما كانش بنادم عنده بوبليك. كيفاش درتي لها انت عال كتعلم انت ولا كيفاش؟ لا لا شي حاجه باينه راه باينه مي مزيانه دي كونكورونس هي اللي جابت شويه ديال الفلوس. دابا ولينا كنشوفوا دي رابور يتحركوا دي رابور كتجيهم دي بروبوزيسيون بزاف لي كونطرا تيديروا دي بيبليسيتي دابا حاليا لي ديمارك كبار دونك من غير لك كذبوا قال لك ما كاين والو ما كاين والو باش ما يخلصوش كليب وما يخلصوش بروديكتور. كتقول شي نهار خصني ما تلف شي فيلم هادي شي نهار نشوفوا حليوه ممثل تشوف حليوه رياليزاتور ان شاء الله ان شاء الله ممثل ممثل ما عرفتش ديجا ديكور ميتراج عندي دي سد سيناريو موجودين مي دابا صافي الالبوم كتبقى خدام ما يمكنش دير جوج لعيبه عشان بوسيبل. حليوه ناخذ واحد استراحه ولكن استراحة ماشي عادية ناخذ استراحة بفري ستايل من عندك والله سمعت استراحة باغي نخرج شال كاع الراس. رجعنا لكم لزامي مع حليوة مازال معنا ما هربش عطينا شي فري ستايل حليوة حليوة حلوة هنا و هنا و قاع تلاميذ قرينا و ميتافور ميتافور حلوة فين يا حلوة هنا و هنا و قاع تلاميذ قرينا و ميتافور ديك ستاي كاقول تم على رعن الله قبحة قلد النار شرد عوصبو حمران حسني حياة سرحاني لاني بالنا و مزامي ديما في التربحاش شكامي كان ولادي تروك عديامي ملاك مرأة و الدوماشي طانية تشيك و جهر كبرنا بنصفي سلطانة خو قبرك شغيف ضدانا يا يا شغيف ضدانا يا 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 طرينا وكذا بلاك حلوة تطارينا أورينا يا ماتش كوكاينا كوكاينا اير ماكس رولكس تاب كيولا تشيكار يا عطينا كرش لا فابور تابا عطينا تشيكار سي الشامبيون في الشو وحلي ديما ملي 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 فك بيك مسلم فري ستايلينا ملي 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 مصفرينا يا كل مفنيدة فيز دابشي بزاف سبيشي فين ولينا اوووو شتي لي فوكسوني عرجو بقول لي عني ليك علي تزدنا من اورا قطرة غيبو كيني يا يا ديالك انت وبالجي حقق واحد النجاح كبير نجاح كبير انك معول على شي 100 مليون انا في داك التراك ان شاء الله تراك خرج جاي راه بشاميجي سمعت باللي كان معكم لارتيست في داك التراك او دي بار كان كان بريفي يكون بالجي ولا ارتيست حيت انا دوك الايام ما كنتش مع لارتيست و دوكو سجل واحد سجل واحد الكوبلي زوين وبالشي ما كانش مسجل ديك الساعه كنت مسجل غير انا والارشيست وبالشي كان كيتسناني نمشيو عندو لتونس نبداو تماك باش نبدلو شويه صوره شي في المغرب ولا نضربو ليه هنايا شنو طرا الارشيست تعطر كان عنده مشاكل صافي مشيت انايا عاد خليت الكوبلي ديالي حيت هو مشي سير هاي صور صافي صور انا وبالشي سجل بالشي في تونس صور انا وياه و صافي ابري رجعنا للمغرب دويج مع يوسف قلت له راه اش كاين اش كاين غادي يخرج انا وبالشي راه بغيتي تزيد راه نضرب البلان ديالك صافي قال لي اوكي من بعد تعطل دونك ما شي ناس اخويا خدامين معاك اخويا كيتشكاو تيقول لك حليوه ما خلصناش شكون هما شي ناس بانوا معاك في الكليب تاع بالشي وداك بانوا هادو ماشي ماشي تصاوبوا التراك لا شي واحد بان لا باقي ما خلصتش اللي صاوبوا التراك اش الله خلص لا 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 بصح هاد اللي بانوا اللي بان راه ضربوا لهم لاحظ بزاف الناس كيسحابوا ان حليوه صافي 20 مليون في لادسنس هذه صافي راه غتجيك شي 20 مليون 20 مليون راه ماشي هي هذا غلط ما تجيش 20 مليون هذاك هو الفكره شحال غتجي ولكن ما كاينش دوك فلوس حيت ما كايناش برود باش ما نكتبش ما كايناش برود اللي غادي تجبد بيجي كبير اللي غادي تخلص انت كاع لي فيغورون كاينش صاحبي تخسر 5 6 من جيبك كنا شفنا واحد التصويره ديالك انت ولا كريم مصورين واش كاين شي بروجي بيناتكم واش كاين شي تراك في الالبوم كان جا المغرب بغا يسجل في استوديو بغا استوديو مزيان داك ساكت في هيبه صافي رحبنا به جا الهيبه حيت كانت ديك لاسومين كنت مبوكا انا يكون يمكن شي واحد اخر يخلص ولا يجي ولا صافي جا وخدمت واحد التراك ديالو تماك مبقيتش معاه حتى جا انا اللي جبتو صافي بقينا معاه شويه ابري سي لا تراك مشى دونك ما دويناش كاع لا تراك دوينا غير على ناري كيعجبو ناري كيعجبو تراكات ما داش شي فيلين بيناتكم قال لك حتى دوينا زعما لا تراكات شنو كيعجبو عندي ولا عيبات صافي بحال ناري بحال ما جبتو شي قضيه فيها فيتورينغ لا لا باش ما كتبش عليك ديك الساعه كان كنت مسالي لي فيت بس سولني غير لي فيت اللي ضرب قلت له كان ميستيريو بالشي توصا مي انا ما كانش ما دويناش في داك الشيء امينيكس ما دارش معاه في الالبوم لا باقي ما عرفناش واش عنده ولا عندي واش بروجي عنده ولا عنده كيما كاينش في الالبوم باغ كاين تراك زوين مريكل
شنو كتقولوا فيه شي مقيطع صغير بلا موسيقى؟ حبيبي حبيبي الله يناقش ما قلتش شنو كنقول في تراك مع امين مي تراك زوين الله يلا تراك جرو فرام مابقيتش عاقل عليه مي ما قلتش عرفنا فيه الزاين مع راسي حبيبي شما اش نقول لك حيد عليك داكشي باقا كدير داكشي لا مريض اخويا ايوا باش افهم بصح تبروبوزات عليك شي كونطرا وانت ما بغيتيش كونطرا وانا ما بغيتش لا ماشي ما بغيتش كاين دي كونطرا تبروبوزا وكاين شي لعيبات اللي دوينا فيهم لا شي كونطرا مقمحه وما بغيتيش لا 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 ماشي داكشي ماشي مقمحه وما بغيتش غير ما كنتفاهموش في دي كلوز في ديك الكونطرا وانا غير باغي نبقى زاوى ما بغيتش ناخذ برودكسيون باغي نجيب ايديسيون نجيب ديستريبيسيون نجيب شي حاجه فمشي برودكسيون بقى مكلف بها انا دونك كيجي بنادم كيبغي يدخل مع زاوى كيجي بنادم كيبروبوزي دي بحال لارشيستي بحال بزاف كاين دي برود لي كبار انا ماشي غنقول لا ولا شي لعيبه غنشوف واش مقنعين هذيك اللعيبه مقنعينيش هما لي السين داكشي اللي كاين واحد كل واحد غادي يمشي على داكشي اللي عجبو هو هلا والله دابا حاليا الدراري ديال اسيس جانج واش باقي الخلاف بيناتكم ولا صافي دابا كتهضروا عادي بيناتكم ولكن الموسيقى ما كتجمعكمش لا باش ما نكذبش عليك ما شحال هادي ما دويش مع الدراري والله ما عرفت شحال كاين شحال هادي ما دويش مع الدراري ما ديرش الصواب تهضر معاهم زعما كان حيت دوزتو واحد لقيته زوين انتم بيناتكم صافي نتلاقاو كاين السلام على السلام ديال الله بخير كلشي مزيان ولكن في الموسيقى وفي كذا ما بقاش اتفاق قبل ما نسالوا الحلقه قول بغيتك تعطيني كلمه اخيره لونسيان جينيراسيون ميساج لونسيان جينيراسيون كاين اللي غتعطى ريسبي وغتحترمو ماشي حيت قديم ما حيت واعر بحال امين اوفيس بحال بزاف بحال كاليبر بحال بزاف الناس بلا ما نجبد سميات بزاف دونك وكاين اللي كتشوفو كان قاد يعاون ومعاونش دونك ما غاديش ما دار والو دونك ما غاديش سي با اون كيستيون ديال نريسبكتيه ولا لا مي ما صافي حيت دوز ان شاء الله خليني ندير خدمتي فهمتيني حيت كان شي وحدين كان خصهم يعاون ونتايا تا كحليوه واش كنتي فان تاع شي واحد من هاد لونسيان جينيراسيون الا كنت فان ديال شي واحد غنكون تاع لونسيان جينيراسيون غنكون قام هدي قام هيدو ما عرفتش فين شاد داك قام الرجوله باش ما نكذبش عليك مي سمعت اش كاين بزاف كنت كنسمع اش كاين بزاف سمعت كازا سيستيم سمعت البيك فوالا سمعت كاع هادشي كازا سيستيم بيرات و اشنيم مي باش نقول لك فان ديال شي وحدين والله ما عرفتش مي كان قام هدي كان هاد لايت هذا كيعجبني شكرا لك حليوة على قبول الدعوة ديالك ولكن قبل ما نساليو السؤال اللي كنسولو ديما كي كتجيك ستريت ارت لا والله الا شوف بساط عاون الدراري حيت لا ما غاديش التلفاز ما غاديش نبقاو نتسناو هاد التعيط اصلا هاد الجينيراسيون دي في ماشي هاد اللعيبه هادي لا راديو ولا تلفاز ما غاديش نتسناوهم غنديرو خدمتنا عيطوا يا هذيك ما عيطوش ان شاء الله دونك انت اللي دير خدمتك بقى اوربان ويشوب عليك الصار يشوب عليك خويا شهر كامله شوب عليك عشيه وشكرا بزاف على الحضور ديالك ما ديرش عندك ديرش انت الهريسه وداك تخرب لا ويلي انا ديال الهريسه صافي كاين عشيه شوف حنا شوف راه الراب صاحبي راه الاوربان ستايل خلينا في الصباح اللهم امين اخويا ميرسي وتا الناس يا دنا كتسالي الحلقه ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله مع ضيف جديد شي نهار ان شاء الله يجاوب عليكم كاملين وي ار ستريت هاوس يوتيوب لا ما تخافوش ما نغدرش عليكم